أعلنت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد مدينة الخرج بالوادي الجديد مدينة صديقة للبيئة والمناخ، وذلك تزامنا مع احتفالات يوم البيئة العالمي والذي يأتي هذا العام تحت شعار لا نملك سوى أرض واحدة. وخلال زياراتها لمحافظة الوادي الجديد تفقدت وزيرة البيئة حديقة 30 يونيو بالخرجة، والتي تعد أحدث حديقة ترفيهية ثقافية تضم مجسمات لأهم المعالم والمواقع التاريخية والثقافية على مستوى الجمهورية. وأطلقت وزيرة البيئة حملة للتشجير بمشاركة طلاب جامعة الوادي الجديد، وشهدت إطلاق ماراثون للدراجات والسيارات الكهربائية، كما وضعت حجر الأساس لمحطة الطاقة الشمسية لخدمة مجمع المصالح الحكومية المميكن شمال الخرجة بطاقة 1.5 ميجاوات وبتكلفة تقديرية 16 مليون جنيه. مهم جدا ان احنا عشان نقدر نشتغل ونغير ثقافة المجتمع والمواطن يؤمن بينا، ان احنا نبقى موجودين دايما على الارض ونوري حاجات ملموسة بتتعمل، مش بنطلع مبادرات شعارات. يعني زي لما اتكلمنا على المبادرة بتاعت اكو ايجيبت مثلا، احنا بنلف محميات مصر بنوري ايه اللي موجود في المحميات، مش بنوري مناظر جميلة بس، احنا بنجيب السكان المحليين وبنخليهم يعرضوا حاجاتهم دي قد تكون اكل، قد تكون غنى، قد تكون حاجات منتجات يدوية معينة هم بيعملوها. نفس القصة في الفكرة بتاعة اتحضر للأخضر لما اطلقت من 3 سنين ما كانتش فكرتها تشجير، فكرتها ان انت اتحضر، ان انت تكون مستعد تكون جزء من منظومة الحفاظ على البيئة.